هبدأ في البداية بقى يا دكتور، حضرتك بتقابل حالات كتير جدا 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 من الأطفال ومن المراهقين، إيه أبرز المشاكل اللي حضرتك بتشوفها عند الأطفال والمراهقين من إدمان الألعاب الإلكترونية أو إدمان الموبايل؟ هو بيجيبوه الأب أو الأم مراهق غالبا في مرحلة الثانوية، أكتر مرحلة بيجي دي فيها، أكتر مرحلة بتيجي لحضرتك، أكتر مرحلة بيجوا فيها. الولد قاعد طول الليل سهران وماسك الموبايل أو قاعد على التاب أو الآيباد أو اللابتوب أو أي حاجة من دي، ما عادش بيروح دروسه، ما عادش بيذاكر، ما عادش بيصلي، ما عادش بيقعد معاهم، بقى عصبي جدا، يجوا يكلموه في أي حاجة يثور ويشتم ويزعق ويمكن يضرب أمه أو يزق أبوه أو يعمل أي حاجة ما كانتش معتادة خالص، يكسر حاجة في البيت. لو يعني اكتشفوا مثلا هو قاعد طول الليل على الموبايل، فبيقوموا يعملوا ايه؟ طب ما ناخد منه الموبايل. ياخدوا منه الموبايل، يثور ثورة عارمة وكأنهم اخذوا روحه، ويكسر كل حاجة طبعا في البيت. يعني في ولاد جم كسروا الشقة بالكامل، كسروا الشقة بالكامل. صورة اقرب ما تكون لصورة المدمن بالظبط، مدمن مخدرات. وده يمكن اللي خلى يعني في تقسيمات الامراض النفسيه، كانوا في اخر التقسيمه اللي في 2013 حاولوا يحطوا ادمان الانترنت والفيديو جيمز مع الادمانات التقليديه زي ادمان المخدرات وادمان القمار. وفعلا كانوا على وشك تتحط، بس قالوا ايه؟ قالوا هنرجئها شويه، نعمل مزيد من الابحاث عليها، لانه ما بيحطوش حاجه كتشخيص الا اذا يعني تمت عليها، يعني يتم الاعتراف عالميا بانه في حاجه اسمها ادمان الانترنت بالظبط موثق ويبقى مرض. فاتحطت يعني كده يعني على جنب شويه لحد ما اتعمل مزيد من الابحاث عليها. انما الحاجات اللي اتعملت بقى من 2013 لحد دلوقتي بتقول انه ادمان، وحتى الفحوصات إدمان الإشعاعية والدراسات على فسيولوجيا المخ بتبين انه نفس التغيرات اللي بتحصل في المخ في إدمان المخدرات هي نفسها اللي بتحصل في إدمان الإنترنت والفيديو جيمز. معقول يا دكتور؟ بالظبط كده، يعني التغيرات الكيميائية والتغيرات التركيبية اللي في المخ نفس الحكاية. واتضح بقى انه اكتر حاجة فيها إدمان هي الفيسبوك، يليه المواقع الجنسية، يليه الفيديو جيمز. الثلاثة يعني دول بالترتيب. الإدمان ده أول حاجة الفيسبوك، فيسبوك وبعدين المواقع الجنسية، المواقع وبعدين الجنسية الفيديو جيمز أو والفيديو الألعاب جيمز الإلكترونية يعني.